بعد استخدام مانشستر يونايتد لطريقة الدايموند في الضغط على برايتون وفشلها، ثم استخدام أستون فيلا لنفس الطريقة ونجاحها نجاح باهر. كلوب بيغير طريقة ضغطه من 4-3-3 التقليدية اللي بيلعب بيها آخر موسم إلى طريقة الدايموند، لعل وعسى يقدر يوقف بناء لعب برايتون زي ما أستون فيلا وقفوه. الثلاثي صلاح ونونيز وسوبوسلاي مهمتهم الرئيسية هي مراقبة محورين برايتون جروس وباليبا وغلق مسارات التمرير ليهم والضغط عليهم في حالة إنهم قدروا يستلموا الكرة. أما طرفي الدايموند إليوت ودياز فمهمتهم الرئيسية هي غلق مسارات التمرير لمهاجمين برايتون ومراقبة الباكات في حالة استلم الكرة والضغط عليه. ولكن مش معقولة هتتعمل في ديزيربي ثالث ماتش على التوالي وما يلاقي لهاش حل. ديزيربي أمر باسكال جروز انه يسقط بين الاثنين مدافعين والاثنين يفتحوا الملعب على الخط، بالتالي سوبوزلاي التزم بباليبا وصلاح ونونز ما بقوش عارفين يمسكوا مين من الثلاثة وبيتنقلوا ما بينهم، وده ادى افضلية للاعبي برايتون وساعدهم يخرجوا بالكرة بعد ما كانوا عاجزين تماما عن الخروج من ضغط ليفربول. وكل صايع يا كلوب فيه ديزيربي اللي اصيع منه.